مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا بيت الداء والدواء على قناة تي في صوت العرب من كندا. محدثكم جمال الشريف، ومعنا كالعادة الدكتور سامح مصطفى. اشتقنا لك يا دوك حبيبي. انا مشتاق لك اكتر، ربنا يديك الصحة يا رب وطول عمره، وان شاء الله كده دي اخر حلقاتنا من جمهورية مصر العربية الحبيبة، وان شاء الله باذن الله الجاي نبقى لما نرجع تاني كندا كده ونتكلم من المكتب بتاعنا بإذن الله. إن شاء الله. أنا حبيت القطك وانت بمصر وتقول لي عن الـ 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 الحلويات اللي أكلتها، غاد أم علي والبسبوسة والهريسة والكنافة والقطايف والحاجات الزاكية دي، احكي لنا عنها. النهاردة أنا شفت اللي بنسميه في مصر الزلابية، والزلابية دي عبارة عن كور كده بينقعوها في يعني بعد ما بتتحمر في الزيت بينقعوها في اللي انت بتقول عليه القطر، او اللي احنا بنقول عليه العسل، اللي هو عبارة عن سكر في مية وبيتسخن لحد ما يعني يدي الثيكنس بتاعه كده. ساعات بيحطوا عليه بكتين، ساعات بيحطوا عليه ليمون عشان بيبقى ليه طعم كده، وبينقعوه. لما احنا بنتكلم على الحلويات العربية، لما نيجي مثلا نشوف الكنافة الشعر دي مثلا، نبص نلاقي الكنافة طبعا بتبقى معمولة من الدقيق، وبعد كده نفس القصة بتتحمر، وبعد ما بتتحمر بيتحط ساعات عليها المكسرات وطبعا القطر او السكر بتاعنا. نيجي نبص حاجة اسمها مثلا القطايف، نفس القصة، دقيق، زيت، سكر. نيجي نشوف مثلا اللي بيسموه بلح الشام عندنا، معرفش بقى، او صوابع الست، معرفش بقى اسمها ايه، صوابع زينب. نيجي نتخيل كده، دقيق، زيت، سكر، خلاص كده. ده الكومبينيشن المعروف في الحلويات العربية. طيب تعال نخش على الحلويات اللي ناكلها في الوطن العربي، اللي بنقول عليها حلويات أفرنجية أو حلويات غربية، زي اللي بنقول عليه مصر الجاتو، أو اللي بيقولوا عليه أشقائنا السوريين الجاتو. طبعا نفس القصة، دقيق، بنحط عليه طبعا الدهون، وبنحط عليه برضو السكر، خلاص كده. لما نيجي نبص، اللي أنا عايز الناس هنا تعرفه النهاردة، لما أجي أقول يعني إيه دقيق، دقيق يعني قمح أو ويت اتعمل له بروسيسنج، اتضرب طلعت كل الفايبرز اللي فيه، وطحن الجزء النشوي اللي فيه، وعملوا دقيق. البروسيسنج دوت أكنك أنت بالظبط كده، لما نشوف كده يعني إيه امهاتنا زمان أو ستاتنا لما بيبقوا عايزين يأكلوا أولادهم اللي عندهم 6 شهور، ويبتدي الدكتور يقول لأمه ابتدي أكليه بطاطس وهو عنده 6 أشهر مثلا، مش ممكن تقطع حتة بطاطس وتحمرها له وتديها له محمرة، مش هيقدر يبلعها. فبتعمل إيه الأم؟ بتاخد البطاطس وتسلقها وتهرسها وتخليها كده مهروسة خالص زي كده الدقيق، لو تاخد بالك أنت، وتقوم تديها. فايه اللي الام بتعمله في البطاطس؟ بتعمل له بروسيسنج، بتحاول تعمل جزء من عمليه الهضم بحيث ان هي تبقى خفيفه على معده الطفل ده. نفس القصه الناس اللي بيعملوا الدقيق، خلاص كده، عشان يشكلوا الدقيق وعشان يشكلوا القمح وينفخوه ويحفظوه والكلام ده كله، ابتدوا يطلعوه من قوام وابتدوا يعملوا له بروسيسنج. البروسيسنج اللي بيحصل في الدقيق ده بيخلي الدقيق ده سريع الامتصاص بشكل رهيب جدا. لما نيجي نشوف التحليل الكيميائي بتاع الدقيق، بنلاقيه ان الدقيق عبارة عن الستارشز او النشويات، عبارة عن
ذرات كتيرة جدا من الجلوكوز اللي هو السكر متجمعة مع بعض فبقت سكر مركب كبير اللي هو بيسموه النشويات. الجسم طبعا لما بياخده ببروسيس بالشكل ده امتصاصه بيبقى سريع لدرجة انه بيبقى امتصاصه أسرع من الجلوكوز لوحده عشان ده جلوكوز كتيرة جدا. فطبعا بيرفع نسبة الانسولين في الدم بيحصل له سبايكس احنا بنقول عليها سبايك يعني ارتفاع حاد في نسبة السكر في الدم يليها ارتفاع حاد في نسبة الانسولين في الدم. وطبعا دي من العوامل الأساسية اللي بتخلي البني آدم يخش في اللي بيسموه حساسية الانسولين او الانسولين ريزيستنس. بالنسبة للحلويات العربية بقى المشكلة مش بس في جزء الستارشز، تعال خش بقى على الجزء الفات. انت بتاخد الزلابية دي وتقوم رميها في الزيت عشان تتحمر، يعني تعملها ديب فراينج. الديب فراينج ده معنى ذلك ان انت بتديها اكبر كم ممكن من الزيت تبقى سراوندد بيه، وبعد كده تقوم حاططها في العسل زياده بقى. يعني انت مش عاجبك السكر اللي في النشويات، انت عايز عسل تاني عليه وتقوم حاطط عسل تاني عليه. الكومبينيشن ده بيديك هاي فات وهاي شوجر وهايلي بروسيسد فود. فانت مش بس واخد سكريات، انت مش بتحلي سيادتك، ده انت واخد واخد سكريات واخد دهون. فالجسم كده زي ما يكون بياخد قنبله غير طبيعيه من السعرات الحراريه ومن السكر في الدم، فبيبتدي يعمل التهاب عنيف جدا عند الجسم البني ادم. الالتهاب ده بيبان علينا قوي بحاجات كده غريبه قوي. تبتدي تبص تلاقي الجلد بتاعك ابتدى يبقى بيل شويه، يحصل لك رينكلينج شويه. ده نتيجه ان في فاكتور، الفاكتور دوت لما بيزيد نتيجه زياده السكر عندك في الدم ايه اللي بيحصل؟ بيبتدي الانسولين يزيد ويبتدي ينتج نوع من انواع البروتينات ونوع من انواع الدهون اللي من شانها تكسر الكولاجين عندك. ولما تكسر الكولاجين تبتدي تشوف الرينكل ابتدت تحصل، تحس ان انت اتعجزت بسرعه، فبيأكتيفيت الايجنج بروسس عند البني ادم. عشان كده تلاقي الناس اللي هي ما بتاكلش سكريات كتير تلاقي بشرتها كده نضره الى حد ما، وما يحس ما يبان عليهم ان هم صغروا في السن، ما عجزوش في السن. خد بالك دكتور سامح، يمكن انا يعني دلوقتي اربط البشره اللي موجوده عند الساوث ايجين لانهم هم ما بياكلوا حلويات كثيره، ممكن نربطها بهذا الموضوع. يمكن يعني هو يمكن الشاي برضه، بس الحلويات عند الساوث ايجين يا جماعه، انا عشت 10 سنوات في الصين معدومه، يعني الحلويات اللي تبعتنا، انا ما بحكيش انه بكلوش حلويات بكلوها، ححكي امثله. مثلا بيجيبوا فواكه بخلطوها مع بعض بيعملوها سلطه او بفرزوها وبيعملوها زي ايس كريم فريش، بيحاولوا حتى يخلطوا شغلات يمكن انتم شفتوها اللي هي الموتشا تي اللي بخلطوها مع التعطي، فهي حلوياتهم، هذا اللي هو الاكل تبعهم يعني. بس عاده يمكن هذا السبب، عاده ما باكلوا حلويات نهائيا، وعشان هيك انا يعني دائما بتطلع على الساوث ايجنت تقول له مستحيل تعرف عمره، بكون عمره 70 سنه ومبين عليه 50 او 40 سنه. الكلام ده سليم بنسبه 100% لسبب ان انت من ضمن الحاجات اللي بيعملها الانسولين زيادته الجامده في الدم بيعمل زي ما بيقولوا هاردنينج في البلاد فيسلز، فبيخلي الفلكسبيليتي بتاعت البلاد فيسلز تقل، وبالتالي مع الانفلاميشن اللي بيحصل نتيجه زياده الفري راديكلز او الاكسده بتزيد جدا نتيجه اكلك للسكريات، الاكسده بتزيد، فانت محتاج انتي اوكسيدنت. فلما تيجي تقول لي على الصينيين واجي اتخيل الاكل بتاعهم اقول لك حاجتين: واحد، السكر ما بياكلوهوش بالشكل اللي انت بتتكلم عليه. اتنين، كمية الانتي اوكسيدنتس اللي بياكلوها غير طبيعية. الماتشا تي اللي انت بتتكلم عليه ده جابانيس ماتشا تي، ده السورس بتاع الماتشا تي ده اتعمل في اليابان، والماتشا تي فيه كمية انتي اوكسيدنت يعتبر one of the most powerful anti oxidants you can get in the world. ناهيك عن الانتي اوكسيدنت التانية اللي انت بتتكلم ان هما بياخدوا الفاكهة والحاجات دي كلها، الانتي اوكسيدنت دي موجودة في الفاكهة وموجودة في الفيجيتابلز وموجودة في السالادز
موجوده في الليفي جرين فيجيتابلز، لما تخش على المحلات الصيني اللي عندنا في تورونتو او اللي عندنا في ميسيساجا او اللي عندنا في لندن اونتاريو، تبص تلاقي كميه ليفي جرين فيجيتابلز وكميه انواع من انواع الفاكهه انت ما تقدرش تعرف اساميها عامله ازاي، وما تقدرش تعرف دول بيستخدموها في ايه. لكن المطعم الصيني معروف ان هو من اصعب المطابخ عشان كميه الدايفرسيتي اللي موجوده فيه في الفروت والفيجيتابلز. طبعا طبعا، فانت بتبص في كومبينيشن بقى ممتاز، عبيته كولاجين اوكي، نتيجه حبهم للاسماك، وبالتالي فيه كولاجين عالي في الاسماك، في ايودين عالي، فالثايرويد جلاند عندهم شغاله كويسه، بياكلوا السي فود بشكل كتير جدا، وفي كمان قله اكل للسكر، وبالتالي الهاردنينج اللي بيحصل في البلد فيزلز والاكتيفيشن للايجنج بروسيسز اللي بتحصل ما تبقاش موجوده، فما بتلاقيش فيهم عندهم رينكلز، ما تلاقيش عندهم الحاجات دي كلها، اكلهم بيبقى اكل ممتاز، عشان كده تلاقيهم كلهم رفيعين، احنا اللي تخان. صحيح. بس دكتور، يعني حتى لو طلعنا على الغرب شوي، يمكن احنا العرب، انا ليش حكيت بالاسم الحلقه الحلويات العربيه؟ عشان اركز شوي على حلوياتنا، لانه فعلا عندنا دايفرسيتي في الحلويات، يعني بتدخل محل الحلويات تعرفش ايش تاكل، وبتكون ماكل كل حاجه، ويعني بتدخل هون مثلا كندا خلينا نحكي، يمكن في عندهم نوعين ثلاثه من التورتات اللي بسموها بايز والشغلات هاي وانتهى. اما احنا عندنا كثير حلويات، وبالتالي بيصير يمكن الاستهلاك تبعها، انا ما اكلتش اليوم كنافه، اوكي الاسبوع الماضي اكلت حلويات تانية بس ما اكلتش كنافه، فبصير انت تجبر حالك على هذا الاكل. هل تشعر انه هذه الزياده برضو بتؤدي الى زياده استهلاك في هاي الحلويات؟ كلامك سليم. موضوع الكريفنج اللي انت اثرته ده موضوع خطير جدا. طبعا الاجابه طبعا. لما حاجه حلوه قوي ان احنا بنعمل حلقه هنا، وانا عايش هنا في مصر، كميه، انا مش عايز اقول كلمه حلويات، بس كميه استخدام مشتقات القمح هنا غير طبيعيه. وطبعا ممكن يكون جزء كبير فيه وارد نتيجه ان قله القيمه الماديه او الشرائيه لمنتجات الخبز. يعني لما تخش على مخبز هنا عندنا في مصر بتلاقي الحاجة اللي بنسميها البقسومات، أو اللي بيسموها في الوطن العربي الشبورة، وبتلاقي الكرواسون، وده جاء أصلا من الاحتلال الفرنسي أو الاستعمار الفرنسي للمنطقة العربية، بتلاقي اللي بيسموه الباتي، كلها عبارة عن مخبوزات. طبعا خش على في العيد عندنا في مصر في حاجة بنسميها الكحك، كحك العيد أو كعك العيد، الكعك ده ممكن يكون محشي ملبن، ممكن يكون محشي تمر، ممكن يكون محشي فستق وبندق ومكسرات. طبعا المكسرات ما فيش حاجه اسمها را ناتس، في حاجه اسمها روستد ناتس. فبتلاقي كميه النشويات اللي بيستخدمها او بيستهلكها المواطن اللي موجود في مصر او في الشرق الاوسط عنيفه جدا. الخبز ده عنيف جدا، وطبعا مع دخول الاسيويين زاد الاستهلاك من الرز، الرز اصلا اسيوي، واخد بالك؟ ما هو نتيجه الرحلات التجاريه دي الناس بتذوق وبتبتدي تمبريتش الكوزين بتاعهم، فبقى تبص تلاقي عندنا رز، وتلاقي عندنا عيش، وتلاقي عندنا البقسومات، وتلاقي عندنا الباتيه، وتلاقي عندنا الكرواسون، وتلاقي عندنا الجاتو، وتلاقي عندنا البسبوسه، وتلاقي عندنا القطايف، وتلاقي عندنا الكنافه. يعني الموضوع دخل في توكسيسيتي، وانا بعد كده بحس ان انا هتعب، يعني واخد بالك؟ لكن هو دي الحقيقه، الحقيقه اللي انا عايز كل الناس تعرفها. تعالى كده نشيفت جيرز الى حد ما، لما نيجي نسمع الناس بتوع الكيتوجينيك دايت اللي هم طبعا بيقول لك ان يعني من ضمن السبورت اللي بيعملوه للكيتوجينيك دايت او للهاي فات دايت، ان هم يقولوا ان انتوا فاكرين ان الاثيروسكلروسيس او التصلب الشرايين ده بيحصل نتيجه الاكيوميليشن اوف فات، ده بيحصل نتيجه الالتهاب اللي بيكون موجود واللي بيحصل له اكتيفيشن نتيجه زياده الانسولين وزياده السكر. الكلام بتاعهم حقيقه، ولكن حقيقه منقوصه، عشان اي شيء بيعمل التهاب سواء كان سكر او دهون
بيعمل اثيروسكلروسيس او بيعمل تصلب شرايين. فاه حقيقه ان زياده الانسولين ممكن تعمل هاردنينج للبلود فيزلز وبتعمل انفلاميشن وبتزود الفري راديكلز، وبالتالي مع وجود الدهون وجود الدهون في البلود ستريم ده بيعمل ناروينج او ضيق في الوعاء الدموي، وبناء عليه بيحصل تصلب شرايين ويلاقي البني ادم عايز يعمل تغيير شرايين او يعمل عمليه قلب مفتوح. ونفس القصه ال LDL او اللو دنسيتي لايبوبروتين بتعمل انفلاميشن وبتعمل هاردنينج للبلود فيزلز، فالاثنين وحشين. تخش بقى على الحائط العربيه فات وسكر، انت بتميكس الاثنين، فانت بتعمل perfect recipe for a disease. فتقول لي يعني هل الكيتوجينيك دايت، انا لقيت نفسي بقول والله الكيتوجينيك دايت الناس عندنا في الوطن العربي ممكن يكون ظريف عشان هيمنع الاتاك العنيف لكميه النشويات اللي بتتاكل كل يوم، اعتقد انه شبه مستحيل الكالتشر، ولكن if you can do it I think it might be better because you're reducing 50% of the chances of getting disease. لكن it is a disaster, it is a disaster. I mean, it's a perfect recipe for aging, it's a perfect recipe for diseases, it's a perfect recipe for atherosclerosis and heart diseases, it's a perfect recipe for brain damage. انت بتتكلم في الكريفنج اللي بتتكلم عليه ده بيعمل brain damage، عشان كده العيال بتلاقيهم هايبرة في المدارس. لو هنتكلم على الكوزين بتاع الكندا ما احنا عايشين، انت بتتكلم في الدونتس نفس القصة فات ونفس القصة بتاعت الشجر، بتتكلم على المافن نفس القصة هاي فات، وبتتكلم على هاي شجر وبتتكلم مع دي، هي دي البرفكت ريسبي يسموها الكومفورت فود. وعلى فكرة بالمناسبة نفس القصة برضو كنتاكي، انت بتتكلم في الـ في الـ في الـ في الديب فرايد تشيكن، وبتتكلم في البن، والبن او العيش دوت عبارة عن برضو فات وعبارة عن شجر وعبارة عن ستارشز. الكومبينيشن ده اسمه الكومفورت فود. وده هو دكتور انا يعني قرات ريسيرش انه هذا السيكريتس تبع الاندستري، بيحاولوا يخلطوا فات وبخلطوا شجر عشان يزيدوا نسبه السيروتونين والفرحه اللي موجوده، وبالتالي انت بتصير بدك تنبسط، بدك يكون عندك الفرحه هاي، فبالتالي انت بتستخدم منتجاتهم اكثر واكثر. حاجات انت كلامك سليم بالنسبه لي، حاجتين بيحصلوا لما بتاكل الكومبينيشن ده بتاع السكر وبتاع الفات وبتاع اللي فيه كرانشنس كمان. اول حاجه ان نتيجه وجود السكر بيعمل الكريفنج، وانت بيأكتيفيت الدوبامين، فبتحس ان انت مبسوط، الدوبامين زاد فبتكريف مور فتروح تاكل تاني. فده حاجه ثانيه انه بيعمل نفس الاكتيفيشن بتاع الاوبيويد سنترز، الحاجات بتاعه الكوكين والهيروين، الاوبيويدز ديت السكر بيعمل نفس السنترز في البرين اكتيفيشن. فانت بتتكلم في دبل، يعني عايز اقول لك ان السكر ممكن يكون اسوأ بجد من الكوكين والهيروين لسبب واحد بس. انا ده مش انفايت الناس تروح تاخد كوكين ولا هيروين عشان بس ابقى واضح، بس ليه هو اسوأ؟ لسبب ان هو افيلبل ومفيش ليه ستيجما، بالاضافه ان هو بياكتيفيت نفس السنترز بتاعت الاوبيويد سنترز في البرين، بالاضافه ان هو بيعمل الكريفنج وبيعلي وبيعمل لك الدوبامين. فانت بتتكلم في بيرفكت ريسبي فور ا ديزاستر. يعني اكوردنج للحكومه الكنديه 60% من البوبوليشن عندهم او داخلين في دايابيتس او هم اوفر ويت او اوبيس. عايز اقول لك انا ماشي هنا تقريبا almost 100% of men. I would say 90% of people of men. These guys are really obese. انت بتتكلم it's a disaster. يعني انا عارف الناس هتضايق مني في هلا من انزعجت من العنوان، قلت لك اضطريت اني ادخل واجي اقول انها غير مضره وانا في الشغل. بصراحه العنوان شدني، احنا بنشرح ساينس. يعني بصي هلا انا 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 مبسوط قوي من كلمتك ديت، انا فعلا مبسوط قوي من كلمتك ديت، وما اقدرش باي شكل من الاشكال ان انا اتكلم مع اي حد بياكل الحاجات ديت انكلودنج اهلي وانكلودنج الناس اللي انا بحبهم بعين الجادجمنت او بعين البني ادم اللي بي بوينت فينجرز او اللي بيقول يو ميكينج ا بروبلم، عشان الموضوع ده engraved في الكالتشر بتاعتنا بشكل اجريسيف جدا،
وعشان الموضوع دوت ناس كتير قوي عامله له الكونكشن بالدوبامين وعامله له كونكشن بالاوبيويد سنترز. فانا مش فايتنج الحاجات دي، ومفيش حد بيغير الا لما يعني ناس كتير بتتغير نتيجه انها بتسمع. يعني احنا هدفنا كله ان احنا ندي معلومه، انا هكررها النهارده، يا رب يا رب اللي سامعين النهارده وانت هاله منهم تسمعي معلومه تفيدك انك تاخدي قرار افضل لحياتك. يا رب يكون المعلومات اللي بنقولها دي ناخد بيها ثواب ان نحسن حياه الناس للافضل. لكن at the end of the day it is your decision. When you're gonna make that decision, guess what? When you really have a big problem. يعني انا بتكلم على اخواتي اللي موجودين، وبتكلم على ابويا الله يرحمه، وبتكلم على ناس كده اللي هم يعني when they heard it, they heard it when it's too late. When they heard it, they heard it when it is really hard for them to change. And the older you get, the harder it gets. Can you do it right now? Well, if you can do it, it will be better than doing it by hard time. وبعد كده at the end of the day, it is your decision. We cannot change it. We're just advising people. اللي بده يعمل تشينج، انا بذكر الجميع ان الدكتور سامح بيستقبل استشاراتكم، وممكن يعمل لكم كوتشنج للاكل عن طريق موقع اللي موجود على الشاشه، حنخليه موجود في غادة التليفون، ممكن تتواصل على الواتساب او على الايميل او عن طريق الموقع، وهو ان شاء الله قريبا حيرجع على كندا ويكون افيلبل للجميع ويعمل لكم نوتريشن كوتشنج. الدكتور نقطة بس أقول حاجة، أصلا عجبتني قوي كلمة if you wanna change. كان في دايما واحد يقول لك do you think it's all in your head? No, it is all in your gut. وعايز أقول لك it is yes, it is in your head and it is in your gut. But you need to make a decision with your head first. Then you're gonna change what you have in your gut. And when you change what you have in your gut, you will significantly improve your brain. بس فعلا it is all in your head. If you made a decision I'm not gonna eat this anymore, guess what, it is really, you really can. عارف ليه؟ because انا عملتها. يعني انت مش بتتكلم مع واحد يعني سمباتيكي وطول عمره مش عارف اثليت، لا انت بتتكلم واحد كنت morbidly obese و I've done it the hard way. ف يعني why I've done it because I needed to do it. Am I capable of maintaining it? The answer is yes. I've been doing it for 4 years. I will never go back, or I'm planning not, never to go back. I've seen the difference. يا رب الناس تستفيد. إن شاء الله إن شاء الله. طبعا أنا بس سريعا عشان الناس تفهم شو اللي كنت تحكي عنه، ححط صورة من الموقع للدكتور اللي هذه هي الفرق بين الجود ديسيجن وطبعا الباد ديسيجن. هذا الدكتور شخصيا يعني هو كيف كان وكيف اصبح. الله يحفظ لك الصحه يا دكتور. يا رب ويحفظك ويحفظ لك صحتك يا رب يا حبيبي. طيب دكتور، السؤال، في سؤال موجود عن حب الشباب، هل السكريات او الحلويات بتزيد من حب الشباب؟ طبعا من ضمن الحاجات اللي هي بتعمل اجريجيشن لاي مشاكل هي السكريات. ولما بتكلم على السكريات انا اقصد اقول الهايلي بروسيسد فود، واقصد كمان الدايركت شوجر، الحاجات اللي هي ريفايند شوجر. خلاص كده، كل ما بتحاول تاكل هيلثي وتاكل دايفرس فود وتاكل فود يكون اقرب لشكله الطبيعي اللي ربنا خلقنا عليه، وتزود الفيجيتابلز وتزود الانتي اوكسيدنت ان ناتشرال واي، كل ما حب الشباب تلاقيه قل، وكل حاجات كتيره جدا تلاقيها اتحسنت، انت بتبقى سيجنيفيكنتلي سربرايزد. واخد بالك؟ في سؤال مهم من مثنى بيقول هو متفق معنا انه في ضرر للحلويات، ولكن ما رايك يا دكتور سامح بحلويات الدايت؟ حلويات الدايت ده يعني نقدر نقول عليه مثنى ممكن يكون فخ، اوكي. وخلي بالك ان في فرق ما بين، يعني ساعات كده تبص تلاقي الناس يقول لك ايه with no sugar added
فانت يجي لك امبريشن ان انا ما حطيتش سكر. هو طبعا هي packed of refined carbohydrates which is sugar, لكن هو ما حطش من جواه سكر عليها زياده, بس هو عملها refined enough to be fast absorbed, عشان في الفود اندستري هو عايزها تبقى fast absorbed, عايزها تكيك السنترز اللي قلت لك عليهم دول عشان تحبها وتروح تاكل منها تاني. فهو بيحاول مرارا وتكرارا ان هو يضحك عليك بال 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 بالكلام اللي ممكن يكون معقول, لكن هو هيدن لا, ما هو حاطط كل البلاوي اللي انت متخيلها, واخد بالك. ساعات بيقول لك ان دي sweetened with stevia. لما تلاقي حد كاتب ان هي sweetened with stevia ده شيء جميل مش شيء وحش, لكن محتاج انك تبص على المكونات, شوف المكونات فيها عامله ازاي. ما تنساش ان النشويات سكر, وما تنساش ان الريفايند كربوهيدرات سكر, واخد بالك, وما تنساش ان الدقيق سكر. فكل دي سكر, فلما احط دول كلهم مع بعض واقول لك نو شوجر ادد, اوكي ماشي, يعني ما اقدرش اقول لك ان نو شوجر ادد عشان انت فعلا ما حطيتش سكر, بس انت حطيت انف سكر, يعني مش محتاج اكتر من كده يعني. فخلي بالك ساعات الكلام المعلومات دي بتبقى تريكي. الحاجه الثانيه كمان بتبقى سيئه ان هي بتشجع الناس ان تاكل منها كتير. يقول لك ده خلاص, ده انا ممكن اكل من دي كتير. انا الراجل بيقول لك ما تاكلش سكريات, ما كلتش السكريات, تاكل منها كتير تتخن. كلما زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده حتى لو تفاح, واخد بالك. بس طبعا انا سريعا بدي اضيف مشكله الاسنان وتلوث الاسنان ورائحه الفم, طبعا هاي كلها من احد اسبابها السكريات. يعني ما حدا ما بيعرف هذه المعلومه, ولكن حبيت بس اركز عليها لانه كثير بنلاقي اطفال, حرام يعني, اطفال بكون اعمارهم صغيرة جداً أسنانهم ضن, يعني خلاص راحت من كتر الحلويات اللي بكلوها ومن كتر السكريات اللي بحطوها في تمهم. وطبعاً الحليب كمان برضو لما يضل أنه هو في بكتيريا وبتأدي أو في أكل جلوكوز سكر ما هو أو لاكتوز سوري, فبالتالي بزيد برضو. يعني فرش الأسنان هذا أو فرشاة الأسنان هذه لازم تكون دائماً بعد أي حلويات. دكتور سؤال سريع وهو الأخير حيكون, ما هي البدائل؟ البدائل بالنسبة للسكريات عندي الفاكهة طبعا. الفاكهة من مصدر طبيعي ومن مصدر يكون لو عرفنا نعمله أورجانيك وعرفنا نعمله إن سيزن, حاجتين دول مهمين طبعا. انا دي ده الكلام اللي انا يعني بنصح بيه كل من يعيش في كندا. لما بنيجي نقول الناس اللي عايشه مثلا في الوطن العربي, طبعا الاستيراد والتصدير للفواكه عندنا اقل من الاستيراد للفواكه من كندا, وبالتالي ما بيهمنيش قوي ان هي تكون لوكال عشان اغلبهم بيبقوا لوكال. فكنت كل ما تقدر تجيب اورجانيك كل ما كان افضل, اوكي. طبعا النقطة في ان هي تبقى اورجانيك دي عشان تقلل من المبيدات والحاجات اللي هي بتترش عليها. وطبعا انا بقول للناس اللي هو الوطن العربي اورجانيك ليه, عشان صعب ان انا اضمن ان المبيدات اللي مرشوش عليها ما تكونش كارسينوجينيك وما تكونش ليها نيجاتيف امباكت على الجت مايكروفلورا بتاعت البني ادم. عندنا في كندا الحمد لله, عفوا, عندنا في كندا اقدر اقول لك ان لو انا اكلت لوكال ما يهمنيش انه يبقى اورجانيك. يعني ممكن اكل Canadian made products is a product I can trust. The Canadian Food Inspection Agency, they're doing a really good job to make sure all the pesticides and all the herbicides that are been used are healthy. We they keep working on it. They keep testing it. They keep evaluating it. So maybe what is okay today, maybe is not going to be okay tomorrow. بس rule of thumb, the Canadian Food Inspection Agency is doing a really good job. فدي نقطة مهمة قوي لازم الناس تبقى عارفها. وبالتالي انت لو كلت local هنا في كندا انت هتكون عملت شغل كويس. فخد product made in Ontario, خد blueberries made in Ontario مثلا او made in Canada, هتلاقي نفسك انت عندك حاجات very beneficial.
بس تعرف دكتور، انا يعني حاجه هيك اخترعتها في البيت، او يعني شغله بسيطه، بجيب الفروت بخلطهم مع بعض، بقطعهم مثلا بلوبري وستروبري ومانجا وبالفريش، وبحطهم بكياس صغيره كده بالفريزر، وبطلعهم وبكلهم زي كده سناكس احيانا، فبكونوا تقريبا فريش از اي كان، واجين احسن من حلويات كلها وتزيد من نسبة الأنسولين عندك بكميات كبيرة. من أحلى الحاجات اللي ممكن تاكلها هي فروزن بالشكل ده، وما تكونش فقدت خواصات طبيعية. على فكرة البلو بيريز بالمناسبة من الصعب ان انت تلاقيها فقدت خواصات طبيعية، طبعا بتعمل ديسكلوريشن رهيب جدا في السنان، بتلاقي سنانك عاملة زي الوحش، بس تبقى ظريفة، ممكن تستخدمها كايس كريم مثلا، واخد بالك. حاجة تانية برضو، لو انت مصمم تعمل كيكة، ممكن تعمل كيكة بالالمون فلاور، ممكن تعمل كيكة بانواع من انواع الفلاورز اللي ما تكونش من الويت، اللي ما تكونش من النشويات، اللي هي الالمون فلاور، اللي هو زيت، اللي هو سوري، اللي هو الفلاور او دقيق جوز الهند، سوري دقيق اللوز بالضبط، انا اسف. وطبعا ممكن تحليه بستيفيا، بس اعمل حسابك ان ده هيبقى هاي فات، بس مش هيبقى هاي شجر، فده ممكن في الحاله ديت تبقى انت يعني لو انت مصمم ممكن تشوف الريسيبيز بتاعت الحاجات دي وتعملها. لو انت بس اللي انا عايز اقوله لكل واحد، زي ما احنا كده it's all in your head, it is a decision, it is really a decision, you do not want to trick your brain. You want to be direct with your brain. If this is bad, this is bad. It doesn't matter how it looks. مش لازم تدور على اي حاجة تعملها to look similar to the things that you love. عارف انت بتعمل ايه؟ You maintain the fact that you love this food. يعني انا جبت كيكة. يا سلام نفسي في الكيكة. طب انا هعمل كيكة بس بالالمند فلاور. يا عم احنا خلاص قررنا ان الكيكة مش صحية ليا، انا هبطلها. It is not good for me anymore. لو انت خدت بعضك كده واتنقلت من الوطن اللي فيه الكيكة فظيعة، ورحت الوطن الكيكة ما حدش يعرفها، مش هتحس ان انت فقدت شيء، ومش هتحس ان انت عجب انك ما بتاكلوش. يعني مش معنى ان انت عايز تاخد بالك من صحتك وقررت تاكل اكل يكون صحي ان انت بتعاقب نفسك عشان ما تاكلش الاكل اللي ليه ميموريز. انت الميموريز دي مش بالضرورة ان هي ميموريز كويسة، انت عملت ميموريز كويسة وكانت بالصدفة الميموريز دي مصاحبة ليها حتة جاتوه، كانت بالصدفة الميموريز دي مصاحبة ليها حتة كيكة. انت ممكن تعمل نفس الميموري دي بحتة تفاح، يعني الدنيا مش لازم تطير، مش لازم انا عشان اخرج انا مع مراتي اجيب لها حتة جاتوه. يعني زمان الله يديهم بقى الصحة بقى اجدادنا، والله يديهم بقى يعني يرحمهم مطرح ما ماتوا، كنا نتفرج على الافلام الابيض والاسود، تلاقي الناس داخل بكيس فاكهه كده، ما بيخشش يعني ما شفتهوش داخل بصينيه كنافه، ما شفتهوش داخل بصينيه قطايف، كان بيخشوا بفاكهه والدنيا كانت جميله، وكانوا بيخشوا بكيس فاكهه ورق، ما كانوش بيخشوا بكيس فاكهه نايلون. دلوقتي احنا بنشتري كل حاجه ورق في كندا، مخنوقين من الورق اللي بيتقطع بس زمان كان كده الناس عايشه. دكتور سامح مصطفى كان معنا مباشر اليوم، وتكلمنا عن الحلويات العربية. ربنا يحلي أيامكم كلها بدون سكر، تكون أيامكم حلوة بس بدون سكر بستيفيا. يا رب الناس تستفيد. أنا عارف ما فيش حد هيحب الحلقة دي، بس هنعمل إيه يعني. هو عموما ما تحبش الحلقة دي يا بخت من بكاني، و و و و وما ضحكش الناس عليا، ولا ضحكني وضحك الناس عليا، مش عارف الناس اللي هو ده هو المثل ده خلاص. استودعكم الله، وان شاء الله رب العالمين نراكم في حلقه قادمه قريبا. الى اللقاء، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم حبيبي، مع السلامه.